اخي العزيز بخير. الله يحفظك خويا، الله يبارك فيك. رمضان مبارك علينا وعليك خويا، وباش ما تمنيتي ان شاء الله. الله يكبر بيك. شنو الاجواء اللي كتعجبك في رمضان؟ والاجواء كلها زوينه خويا في رمضان. رمضان كامل شهر المغفره وشهر القران ولكن الاجواء اللي كتعجبك انت بزاف؟ الاجواء اللي كتعجبني انا هي ديك الاجواء ديال التراويح، ما نكذبش عليك، صلاة التراويح كتكون الاجواء خويا زوينه ما كترمضنش شويات. لا ما تنطرم، ما كتكعى، ما والو. لا وتقول ديما كتبقى ضاحك. الحمد لله، الله يداوم علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. الله يحفظك وضحكنا بشي نكته بكل تواضيع. اش غنقول لك؟ هي غنقول لك ديك النكته، النكت صراحه الله ما، ولكن غنهدي لك واحد النكته اللي كان هدا لينا حنا واحد الاخ، غنهديوها لك. عطا لك كادو، غتعطينا حتى حنا كادو، غنعطيوها لك حتى كادو. هادشي اللي مرحبا. قال لك واحد خينا كان غادي هو يقطع الشانطي، قطعوا ما ضرباتو حتى حاجه. لا جبد المقص هو يقطعوا بالمقص، قطعوا بالمقص. هذا راه شرقوا بكل تواضيع.